أحسن الله إليكم، يقول: الاعتكاف في هذا المسجد هل يكون في مكان خاص أم يجوز أن يتنقل من مكان إلى مكان حيث يتعذر البقاء في مكان واحد؟ المسجد كله محل للاعتكاف، ولو تنقل من مكان إلى مكان فهو لا يزال معتكفا ما دام أنه داخل المسجد. ولكن أنا أقول إن المعتكف ينبغي أن يستقر ويجلس لذكر الله ولتلاوة القرآن، ولا يتجول هنا وهناك داخل المسجد إلا إذا كان محتاجا إلى هذا. إذا كان محتاج إلى الانتقال من مكان إلى مكان ينتقل، أما إنه يتجول في أروقة المسجد وأدوار المسجد هذا ليس من المستحسن. المستحسن القرار في مكانه والتفرغ لعبادة الله عز وجل. نعم.